أشرقت أنوار. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله النور المذهب للنسيان بنوره في كل لمعة نفس عدد ما وسعه. نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام قطب الدعوة والإرشاد الإمام عبد الله بن علي الحداد في كتابه الدعوة التامة رضي الله تعالى عنه ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. فقد تبين واتضح بما ذكرناه أنه لا عذر ولا رحصة للعلماء بالدين في ترك الدعوة إلى الله وبذل النصيحة للمسلمين وتعريفهم بما يجب من طاعة الله واجتناب معاصيه، وأنه لا عذر ولا حجة لأهل الجهل في ترك القبول منهم والاستجابة لهم والأخذ عنهم، بل عليهم أن يطلبوا ذلك ويحرصوا عليه ويقدموه على كل شغل ومهم من مهمة معاشهم. فإن قصروا في طلب ذلك وسعي له لم يسع العلماء بالدين والدعاة إلى سبيل الله رب العالمين، أن يسكتوا كما سكتوا أو يتركوا كما تركوا فيكونوا سواء في الإضاءة والإهمال والتهون بحق الله الكبير المتعال. قال حجة الإسلام رحمه الله تعالى في آخر باب الثالث من كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الإهياء: اعلم أن كل قائد في بيته أينما كان فليس خاليا في هذا الزمان أن منكر، من حيث التقاؤد أن إرشاد الناس وتعليمهم وحملهم على المعروف، فأكثر الناس جاهلا بشرع في شروط الصلاة في البلاد، فكيف في القرى والبوادي، ومنهم العرب والأكراد والتركمانية وسائر أصناف الخلق. وواجب أن يكون في كل مسجد ومحلة من البلاد فقيه يعلم الناس دينهم، وكذا في كل قرية. وواجب على كل فقيه فرغ من فرض عينه وتفرغ لفرض الكفاية أن يخرج إلى من يجاور بلاده من أهل السواد من العرب والأكراد وغيرهم ويعلمهم دينهم وفرائض شرعهم. من العرب والأكراد وغيرهم ويعلمهم دينهم وفرائض شرعهم، ويستصحب مع نفسه زادا يأكله ولا يأكله من أطئمتهم، فإن أكثرها تكون شبهة مقصوبة، فإن قام به واحد سكت الحرج عن الآخرين، وإلا عم الحرج الكافة أجمعين. أما العالم فلتقصيره في ترك الخروج، وأما الجاهل فلتقصيره في ترك التعلم. وكل عامي عرف شروط الصلاة فعليه أن يعرف غيره، وإلا فهو شريكه في الإثم. ومعلوم أن الإنسان لا يولد عالما بشرع، وإنما يجب التبليغ على أهل العلم، وكل من تعلم مسألة واحدة فهو من أهل العلم بها. ولعمري إن الإثم على الفقهاء أشد، لأن قدرتهم فيه أظهر، وهو ببضاعتهم أليك، لأن المحترفين لو تركوا حرفتهم لبطلت المعايش، فهم قد تقلدوا أمراً لابد منه في صلاح الخلق. وشأن الفقيه وحرفته تبلغ ما بلغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن العلماء ورثة الأنبياء،
وليس للإنسان أن يقعد في بيته ولا يخرج إلى المسجد لأنه يرى الناس لا يحسنون الصلاة بل إذا علم ذلك وجب عليه الخروج للتعليم والنهي وكذلك كل من تيقن أن في السوق منكرا يجري على الدوام أو في وقت بعينه وهو قادر على تغييره فلا يجوز له أن يسكت ذلك عن نفسه بالقعود في البيت بل يلزمه الخروج فإن كان لا يقدر على تغيير البعض وهو يحترس عن مشاهدته ويقدر على البعض لزمه الخروج لأن خروجه إذا كان لأجل تغيير ما يقدر عليه فلا تضره مشاهدة ما لا يقدر عليه وإنما يمتنئ الحضور لمشاهدة المنكر عن غير غرض صحيح فحق على كل مسلم أن يبدأ بنفسه فيصلحها بالمواظبة على الفرائض وترك المحرمات ثم يعلم ذلك أهل بيته ثم يتعدى عند الفراغ منهم إلى جيرانه ثم إلى أهل محلته ثم إلى أهل بلده ثم إلى أهل السواد المكتنف لبلده ثم إلى أهل البوادي من الأكراد والعرب وغيرهم وهكذا إلى أقصى العالم فإن قام به الأدنى سقط عن الأبعد وإلا هرج به كل قادر عليه قريبا كان أو بعيدا ولا يسكت الحرج ما دام يبقى على وجه الأرض جاهل بفرض من فروض دينه وهو قادر على أن يسأى إليه بنفسه أو بغيره فيعلمه فرضه وهذا شغل شاغل لمن يهمه أمر دينه يشغله عن تزجية الأوقات أي إضاءته في التفريعات النادرة والتعمق في دقائق العلوم التي هي من فروض الكفايات ولا يتقدم على هذا إلا فرض عين أو فرض كفاية هو أهم منه والسلام انتهى ما ذكره رحمه الله تعالى وليكن ذلك آخر الكلام في المقدمة المباركة ونشر الآن مستعينين بالله ومعتمدين عليه في ذكر معتمدين عليه في ذكر الأصناف الثمانية الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النور المبين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن الدعوة إلى الله والتذكير بنعم الله هو دعوة إلى الله والحث على طاعة الله هو الدعوة إلى الله والتحذير من معصية الله هو الدعوة إلى الله وتعليم الناس كيفية المعاملة مع الله ومع عباد الله ذاك هو الدعوة إلى الله وغير ذلك فهو خوض فيما لا يعني فلا يغرنك من سلك في طريق الدعوة وخاض فيما لا يعنيه من أمور تخرج عن هذا النطاق فذاك ليس من الدعوة إلى الله إنما هو من الخوض فيما لا يعني ويقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه فسر في طريق الحق وإن قل سالكوه واحذر أن تسلك طريق الباطل وإن كثر سالكوه فإنه في هذا الزمان قد التبس على كثير من الناس بل على طلبة العلم الذين هم المفروض أنهم يوجهون الناس فصاروا في حيرة من أمرهم لا يعرفون الحق من الصواب فمن للعوام المساكين فمن يرشدهم إلى ذلك فكانت هذه المعاهد وظيفتها التعليم والتهيئة للدعوة إلى الله فإذا أنت جلست في المعهد وخضت فيما لا يعنيك إذن بتخوض بعد أن تخرج من المعهد فيما لا يعنيك فكن في معهدك
لا تتدخل إلا فيما يعنيك ولا تخض فيما لا يعنيك ليكن ذلك ديدنك وهجيراك فيما بعد إذا تخرجت من معهدك فيفخر بك المعهد وتفرح أنت لأنك أسست أساس متين في ذلك المعهد في حياتك في تعلمك في المعهد وفي تعليمك إذا خرجت من ذلك المعهد بل في جميع حياتك لتكون قدوة حسنة وأسوة يحتذى بها ويقتدى بها فتكون بذلك انتهجت منهج السلف الصالحين منهج سيدنا ومولانا محمد الرؤوف الرحيم. كثير ممن تعلم ثم بعد ذلك اعتزل ولماذا لا تعلم وأنت قد تعلمت ولماذا لا ترشد وأنت قد درست؟ قال الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. نقول حجتك على نفسك لا لنفسك، حجتك عليك لا لك، كما قال سيدنا أبي بكر الصديق إنكم تقرؤون آية من القرآن ولا تعرفون معناها. أنت ما عرفت معنى الكلام، معنى كلام الله سبحانه وتعالى، ولا علمت المقصود من كلام الله سبحانه وتعالى. لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، خلاص نحن على هدى، ومن قال أنك على هدى فأنت مدعي كذاب، لن تكون على هدى وإخوانك المؤمنين على ضلال، لن تكون على هدى وهناك في بلدك من يجهل الواجبات في الدين والمحرمات في الدين ثم تقول لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فآيتك التي قرأتها حجة عليك لا حجة لك، إذ لا اهتداء إلا بالتبليغ ولن تهتدي إلا بالدعوة إلى الله وإرشاد العباد وتعليم العباد. فإن كثيرا من طلبة العلم يحتجون بهذه الآية وليس لهم فيها حجة، بل الحجة عليهم فيها. الله يهدينا بهداه ويتولانا بولاه ويجعلنا ممن رعته رعايته وعنايته يا رب العالمين. فلا عذر لطالب العلم، أي المراد بالعلم علم الدين، أما إذا تعلم علم الدنيا بماذا بيعلم؟ بيعلم دنيا. المراد بالعلم هنا والعلماء، أي علماء الدين الذين هم حملوا وظيفة الأنبياء والمرسلين ووظيفة خلفاء النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فلا عذر لهم في ترك الدعوة إلى الله وبذل النصيحة للمسلمين، إذ أن أعظم هدية وأعظم صدقة لإخوانك المسلمين هي تعليمهم أمر الدين. هذه أعظم هدية، هذه أعظم صدقة، وأعظم من صدقة المال وغير ذلك. أهم شيء الصدق والإخلاص لله سبحانه وتعالى، فيعلمهم ما حرم الله ليجتنبوه وما أوجب الله ليفعلوه. فأنت عليك أن تعلم، أما القبول شأنه أولئك الناس، القبول على الله، أنت عليك أن تعلم. تقول لا ما في فائدة في التعليم، هذا غلط. أنت عليك أن تعلم، عليك أن ترشد، استجيب أو لم يستجب لك أنت أديت الواجب الذي عليك. العامة واجب عليهم ذلك، واجب عليهم. ويل للعالم حيث لم يعلم الجاهل، وويل للجاهل حيث لم
يسأل عما جهل من أمر دينه فكلهم على خطأ. الذي لا يعلم وعنده شيء من العلم على خطأ، والجاهل الذي لا يقبل التعليم أو لا يقبل على من يعلمه ذاك متلبس بألف خطأ. فيجب على العامة إذا وجدوا من يعلمهم أن يقبلوا عليه وأن يشجعوه، حتى لأن المدرس أو الأستاذ أو طالب العلم إذا رأى ذلك القبول يتشجع في الزيادة في التعليم ويرغب في التدريس رغبة أكثر، خصوصا في هذا الزمان. الحمد لله تيسرت أمور التعليم، تيسرت أمور التعلم. وقد كان قبل سنوات في كثير من البلاد، في هذه البلاد وفي غيرها، قبل 20 سنة 30 سنة كان من رؤي حامل كتاب من كتب الدين يستهزأ به، بل يقال له من أين أنت تأكل؟ من أين إذا كبرت بتنفق على أولادك؟ من أين بتأكل الكتاب؟ دلغ بهم لدرجة الاستهزاء بهذا اللفظ. سماع أذن وليس سماع حكاية هذا الكلام، لأنهم اقتروا بمدارس الدنيا، بمدارس دنياوية أسست على أنظمة أعداء الإسلام، ولم يعلموا المساكين أن الخير والبركة في مدارس أسست على منهج سيد الأنام وخلفائه العظام. فالله يسلك بنا مسلكهم ويدرج بنا مدارجهم يا رب العالمين. هذا هو الشغل، هذا أعظم الشغل، لكن الشغل بلا مرتب. لا تقصد المال، لا تقصد المال بتعليمك، لا تقصد المال بتعلمك، تقول أنا بتعلم من شأن أعطى شهادة ثم أعطى مرتب في مؤسسة أو في معهد أو في مسجد أو غير ذلك. انتبه، ذاك من مداخل الشيطان والعياذ بالله. اجعل تعليمك لله وتعلمك لله، تحصل لك الكرامة والفخر في الدنيا والآخرة من الله سبحانه وتعالى. هذه أعظم الوظائف، إذ هي وظيفة الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فلا يسع كل من عنده شيء من العلم أن يسكت عما تعلمه، خصوصا في آخر الزمان، كما ورد عن سيد الأنام محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنه يعم الجهل، فمن كان عنده شيء من العلم وكتمه ألجم بلجام من نار والعياذ بالله. في ذلك وعيد شديد لمن عنده شيء من العلم وكتمه. فلا ينبغي لمن عنده شيء من العلم أن يسكت، لأن السكوت عن التنبيه على المنكرات، بعد ذلك يظن الناس أن هذه المنكرات أنها من الشرع. ليه؟ قال نعم قد رآها فلان وفلان وفلان وسكتوا، فصار الإثم على أولئك الساكتين، أولئك الذين سكتوا الإثم عليهم، لأنها صارت حجة للمتأخرين. هذا منكر. قال من قالك منكر؟ قد حضر فلان وفلان. شوف صار حضورك حجة على لأنك سكتت على المنكر، حضرت ولم تنكر. فإن لم تقدر على الفعل فلا أقل من الكلام تنكره، تنبه على ذلك. فإن لم تستطع بالكلام فانكر بقلبك واحمل رداءك واخرج من ذلك المجلس، حتى يكون خروجك حجة على إنكارك وجلوسك حجة على عدم إنكارك. فمن العجب العجاب في هذا الزمان أن يتم العقد، عقد النكاح، وبينهم العروس بكامل زينتها
وينظر إليها الشهود وينظر إليها الحاضر، فأي عدالة في الشهود؟ وأنت تريد البركة في النكاح، تريد الذرية الصالحة من ذلك النكاح، فاحرص على تعاليم سيد الملاح محمد صلى الله عليه وآله وسلم لتكون البركة والذرية الصالحة من ذلك النكاح. وقد قال الإمام الغزالي: اعلم أن كل قاعد في بيته أينما كان فليس خالي في هذا الزمان عن منكر. من ماذا؟ قال: من حيث التقاعد عن إرشاد الناس وتعليمهم وحملهم على المعروف، خصوصا في هذا الزمان أكثر الناس جهال بالدين، وإن علموا تعاليم الدنيا لكنهم الغالب فيهم الجهل بأمور الدين، خصوصا في الأمور الواجبات فيما يصحح لهم صلاة من أركان وشروط، ما يصحح له عبادته مع الله سبحانه وتعالى. هذا في المدن الآن، وترى ذلك في كثير من المساجد، من يصلي وظهره من تحت السرة يبان، ويمر عليه الأول والثاني والعاشر ولا أحد يقول له: يا أخي لو سمحت أخرج من صلاتك فإن صلاتك باطلة، لماذا تركع وعورتك بائنة، عورتك ظاهرة، وكأنها لسنا على الإسلام، لماذا لو تنبه أخيك المسلم؟ ربما كان جاهل لم يقبل منك مسألة أخرى، هذه الواجب عليك أنت أن تنبهه، تنبيه على الواجب واجب، إذا رأيت حرام واجب التنبيه عليه، طرت يترك واجب، واجب التنبيه، وفي السنة سنة، رأيت واحد يفعل مكروه أو يترك سنة التنبيه على ذلك سنة. لكن المصيبة كل المصيبة ترك الواجب، شخص يصلي وجزء من عورته عند الركوع يبان ويظهر ويمر كثير من المسلمين المصلين، ما حد ينبههم، أين الأخوة الإسلامية؟ إذن ما في محبة المسلم للمسلم، ولو كان في أخوة إسلامية لأحب لأخيها المسلم ما يحب لنفسه، مثل ما تحب أن تكون صلاتك صحيحة تحب أن تكون صلاة إخوانك المسلمين صحيحة باستكمال شروطهم، شروط الصلاة وأركانها. هذا في المدن هذا الجهل، فما بالك بالمبادئ وخارج المدن فإن الجهل أكثر، خصوصا أهل البادية وأهل الجبال يحتاجون إلى كثير تنبيه. نعم، فلهذا قال العلماء: يجب أن يكون في كل بلد عالم فقيه، في كل بلد، في كل مسافة عدوى قاضي، وفي كل مسافة قصر فقيه يعلم الناس، واجب هذا في كل ديسة، فرض كفاية إذا أقام به البعض سقط الحرج عن الباقين. واليوم تخرج من ديسة إلى ديسة، من قرية إلى قرية، معه سؤال في أمر الدين لا يعرف من يسأل، بل وربما دخل المدينة فلم يجد من يسأله، وربما دخل المسجد ورأى في الجامع إمام في المسجد فسأله عن أمر دينه فلا يعرف إمام المسجد شيء عن أمر الدين، كما قد ابتلينا في هذا الزمان بجهلة الأئمة في المساجد. عاد الخير الصالح الذي يقول لك: العفو يا أخي، أنا ما عندي فقه في هذه المسألة،
لكن أرشدك إلى فلان هذاك، روح عنده بيعلمك هذه المسألة، لأن عنده شيء من الفقه، عنده شيء من العلم. هذا خير، هذا خير، هذا خير، هذا من الصالحين. المصيبة كل المصيبة الذي لا يقول الله أعلم ويفتي من رأسه، هذا المصيبة. فهذه كلها من فروض الكفاية، فيجب على كل متعلم أو عنده شيء من العلم أن يعلم في بلاده. فإذا كانت في بلاده ليست بحاجة، هناك في الضواحي وفي الديسات أو القرى خارج البلد تحتاج إلى ذلك. فهذا المقصود من الابتعاث، هذا هو المقصود من الابتعاث، حتى تكون هناك دورة لك، فإذا تخرجت في من معهدك بعد ذلك يكون عندك معرفة، عندما تخرج تعرف كيف تعلم وكيف تحتاج إلى المراجعة للتعلم، فتعرف قيمة الوقت بعد ذلك فتكمل تعليمك فيما بعد. وليس معنى التخرج أنك عاد ما تتعلم، كفهم بعض الحمقى من الطلبة، يظن أنه إذا حمل الورقة وألصقها في الجدار قد انتهت مرحلة التعلم. لا، لا تخدع نفسك يا مغرور، فإن التعلم إنما الآن يبدأ بعد التخرج. فاحرص على أن تستفيد الفائدة من كل من عنده علم، ولا تكون من الزاهدين في مجالس العلم الذين اغتروا بأوراق علقوها في الجدار فلم ينفعوا أنفسهم ولم ينتفعوا بغيرهم، فذاك هو الغرور المنهي عنه والعياذ بالله. فينبغي إذا خرج إلى قرية أو ديسة أو نحو ذلك لا يخرج معتمدا على أن يغدوه أو يعشوه، لا، يكون عنده مال، يكون عنده مال يغذي نفسه ويعشي نفسه، إلا من بذل صادقا في الرغبة في ذلك لا بأس باستجابة عزومته. وإلا ما ينبغي أن تنظر لمن يعزمك أو لمن يعطيك بنكس أو نحو ذلك، فهذا وصمة عار على الدعاة في هذا الزمان، أن يخرج إلى عزومة أو إلى ديسة ومقصوده غلاف أو بنكس أو مقصوده أكل أو نحو ذلك، فقد خاب وخسر. لا، يقصد لله، تعليم لله، إذا شيء من غير قصد خذه، لكن لا يقصد ذلك فإنه يكون سبب في عدم الانتفاع بالنصيحة والعياذ بالله. فلهذا كان كثير من السلف الصالح عندما يخرجون إلى القرى يحملون طعامهم بيدهم، وإيش طعامهم؟ إما خبز جاف أو تمر مع الماء، لأن الغالب في بعض الناس لا يبالون بالشبه، فينبغي طالب العلم أن يكون حريص لا يأكل من الشبه فضلا عن الحرام. فهذا هو الواجب في كل قرية وفي كل بلدة وفي كل ديسة، أن يقوم بهذا فرض الكفاية. إذا تركه الكل أثم الكل، فالجاهل يأثم والمتعلم يأثم بترك التعليم، والجاهل أيضا يأثم لأنه مقصر في التعلم.
فأنت كنت لا تعرف هذه المسألة، الآن صرت عارفا بها. في الزمن الماضي هذا العامي كان لا يعرف شروط الصلاة، الآن جاءه طالب علم وعلمه شروط الصلاة، ها؟ واجب عليه أن يعلم غيره شروط الصلاة، ها؟ كل من علم مسألة فهو عالم بتلك المسألة، ها؟ وإلا أنا عادنا من عالم له. طيب شفت واحد لا يحسن الصلاة، لا يحسن شروط الصلاة، وأنت تعرفها وإن كنت لست بعالم، ها؟ إزالة المنكر والأمر بالمعروف ليس خاص بالعلماء، كل من عرف أن هذا منكر واجب عليه ينكره، والأمر بالمعروف كذلك، فكل من علم بمسألة فهو عالم بها، فيجب عليه تعليم إخوانه من المسلمين. فأنت تعلمت شروط الصلاة وعلمتها، واجب عليك أن تعلمها لغيرك ممن لا يعلمها. من يلد عالم؟ من يولد عالم؟ كل إنسان يخرج إلى هذه الدنيا أمي، ثم بعد ذلك يتعلم. كل إنسان يولد جاهلا، وإنما يجب التبليغ على أهل العلم. فكل من تعلم مسألة في الدين فهو من أهل العلم بها، فيتعين عليه تبليغها. هذا في سائر الناس، وعلى العلماء وطلبة العلم في ترك ذلك الإثم أشد والعياذ بالله. لماذا؟ لأن قدرتهم أقوى وأظهر في ذلك، لما عندهم ولما أودعهم الله سبحانه وتعالى من العلم، فهو بضاعتهم. فهذه العلم هو بضاعتك، لأنك أنت تعلمت العلم، فتعلم العلم هذا تشريف، وفي نفس الوقت تكليف، شرف لك في الدنيا والآخرة، وتكليف عليك إن أنت أديته في الدنيا على الوجه المطلوب كان لك مرتبة الأنبياء والمرسلين في يوم القيامة، وكنت من خلفاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم سيد الأنبياء والمرسلين، إن أنت قمت بذلك التكليف وأديته، لا مجرد التشريف، تحب الظهور والشهرة وتحب تقدير الناس لك في المجالس ثم تكسل عن تعليم الناس، بل ترى المنكرات وكأنك لا تراها، وترى الناس مقصرين في الواجبات وكأنك لا تعلم بحالهم، هذا من الإثم العظيم والعياذ بالله. فإن كل من تعلم العلم فقد تجلد أمرا واجبا عليه أن يبلغه، أمرا من صلاح العباد، فسعى في صلاح العباد، فإن أحب العباد إلى رب العباد أنفعهم لعباد الله سبحانه وتعالى. فتعليم الدين هو حرفة العلماء، هو حرفة طالب العلم، هذا حرفتك. إيش حرفتك أنت؟ حرفتك أنك تعلمت علم الدين، إذن يجب عليك تعليم غيرك، هذه الحرفة، هذه حرفة العلماء العاملين خلفاء النبي محمد سيد الأنبياء والمرسلين. فكل ما بلغك عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم تبلغه، فقد قال صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، بلغوا عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولو حديث ولو مسألة عرفتها في دين الله سبحانه وتعالى. هذا من حيث نصيحة لغيرك، أما إذا بتظهر بمظهر الدعوة إلى الله فلابد أن تأخذ نصيب من العلم، ثم تظهر بالمظهر الدعوة إلى الله حتى لا تسيء إلى أهل العلم. فإن كثير من الدعاء أساءوا للعلم وأساءوا لأهل العلم، بل أساءوا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. بماذا؟ بأن جعلوا الناس يظنون بعدم تورعهم عن الوقوع في الحرام أن كل طلبة العلم هكذا، طالب علم يراسل مغازلة مع نساء أجنبيات في الواتس أب، أي طالب علم هذا؟
أي طالب علم هذا يضحك على نفسه؟ أنت أسأت بعد ذلك، عرفك الناس بذلك، فقد أسأت لأهل العلم كلهم. فما تجرأ العامة إلا بتجرؤ الخاصة من أهل العلم. لما رأوا طلبة العلم يتهاونون في بعض المحرمات ويتهاونون في ترك بعض الواجبات، تجرأ العامة أضعاف أضعاف ما تجرأ به الخاصة. من السبب؟ من الذي جرأ العامة على انتهاك حرمات الله؟ أنتم معاشر الخاصة، أنتم معاشر المترسمين بظهر العلم. فلو تحققتم بباطن العلم لكانت دعوتكم إلى الله بالفعل أكثر من القول، لأنها الأنفع. الناس يصدقون ما يشاهدون أكثر مما يسمعون. فالدعوة إلى الله بالفعل، وكان على منهج السلف الصالح، فإنهم يدعون إلى الله بأفعالهم وفي بأقوالهم رضي الله تعالى عنهم. فليس للإنسان بعد أن يتعلم أن يقعد في بيته ولا يخرج إلى المصلى ولا إلى المسجد أو إلى المعهد، لا يبرز إلى الناس. ليش ما تخرج أنت؟ قال الناس خلاص ما يحسنون الصلاة، أنا بجلس بصلي مع عيالي في البيت. نقول لا، بل يجب عليك أن تخرج إلى المسجد أو إلى المصلى، فإذا رأيت من يسيء في صلاته تعلمه. بل إذا عندك شيء من العلم يجب عليك أن تعمل لهم درس، ما استطعت كل يوم، يوم في الأسبوع تعلمهم الواجب فالواجب، أو تعلمهم الأشياء الدقائق والواجبات ما يعرفها. هذا غلط، مما يغلط فيه كثير من طلبة العلم، يعلمهم الأشياء الغير واجب، أول الواجبات، ثم رأيت الإقبال منهم فعلمهم المندوبات، أول المحرمات هذه الواجب، ثم بعد ذلك المكروهات. فهكذا ينبغي يكون التعليم، ما يعلمه أشياء مسائل دقيقة في العلم، وهو ما يجهل أشياء واجبة عليه من واجبات أو محرمات، ما يعرف أنها واجبة ولا يعرف أنها محرمة. نعم، هكذا كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه، بل لا يكتفي بتعليمه في المسجد، لا ما يكتفي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بل كان يخرج ويطوف السوق على أصحابه، ينظرهم في بيعهم وشرائهم، ينظرهم كيف يبيعون، هل بيعهم صحيح أو لا. فكثير من يتعاطى الربا وهو لا يعرف، لأنه فتح دكان ولم يتعلم أحكام البيع. لهذا يقول سيدنا عمر: من لم يتفقه في ديننا فلا يبيع في سوقنا. لابد تتعلم، فتدخل في كل معاملة لابد تتعلمها، فتدخل في بيع لابد تتعلم، فإن تعاطي المعاملات الفاسدة حرام، تعاطي المعاملات الفاسدة حرام، تأثم بذلك التعاطي. كل من أردت أن تتعاطي باب لابد أن تعرف، بتدخل باب النكاح لابد أن تعرف باب النكاح. فإنه يحرم على إنسان يقبل وظيفة هو لا يعرفها، حرام. أعطوك أنت الآن بناك مفتي الجمهورية، تعرف أن ما عندك شيء بضاعة، حرام تقبل هذه الفترة. بغانا قاضي، تعرف أنك ما عندك شيء من علم القضاء، حرام تقبل هذه الوظيفة، حرام. بغاناك إمام في المسجد، تعرف أنك ما فيك أهلية الإمامة، حرام، حرام تقبل هذه الوظيفة. فكثير من أئمة المساجد ألفق أو أرد ويؤم بالناس. ليه؟ لأن التأمير عينه إمام في المسجد. حرام عليك أنت أن قبلت الوظيفة، وحرام على التأمير الذي عينك إمام في المسجد. الكل يأثم، الكل يأثم. بوقت تدرس علم وأنت ما تعرف هذا العلم، والله أنا ما أعرف هذا العلم، العفو منكم، فلان أحسن مني، أعين فلان. أما أن تدرس على جهل
هذا حرام. هنا تضيع الأمانة كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: متى تقوم الساعة يا رسول الله؟ قال: إذا أضيعت الأمانة. قال: كيف ضياع الأمانة يا رسول الله؟ قال: إذا أسند الأمر لغير أهله. أسند الأمر لغير أهله، أسند الفتوى لغير أهل الإفتاء، أسند التعليم لغير أهل التعليم، القضاء لغير أهل القضاء، الإمارة لغير أهل للإمارة. هنا فقد فقدت الأمانة، فارتقبوا الساعة. وهذا نحن نعيش زماننا، هذا زمان ضياع الأمانة، زمان ضياع الأمانة. ولقد عرضنا السماوات، ولقد عرضنا الأمانة على السماوات والأرض، فأبين أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان. هذه الأمانة، ما هي الأمانة؟ الأمانة شرائع الإسلام، هذه الأمانة. فمن حملها فقد حمل ما لا يستطيع حمله الجبال، ما لا تستطيع حمله السماوات والأرض. من يحملها؟ المؤمن، العبد المؤمن هو الذي يحمل ما لا تستطيع حمله الجبال. فهي وظيفة عظيمة لهذا الإنسان المؤمن، شريفة إن أدى ما عليه من التكليف فيها. ليس مجرد أن تكون من أهل العلم أنك تكتفي بالشرف العلم، ولكن ما تؤدي ما أوجب الله عليك من التكليف في نشر العلم وتعليم العلم، فهذا لا يكفي بذلك. فلهذا كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم يطوف على الأسواق. ذات مرة وجد أحد يبيع طعام قندوم، فهو يبيعه، إذا خلى يده صلى الله عليه وسلم وسط الطعام، فوجده داخل الطعام مبلل، فقال: ما هذا؟ ظاهره ليس كباطنه. قال: نعم، أصابته المطر. قال: هل جعلته ظاهرا ليراه الناس؟ من غش فليس منا، وفي رواية: من غشنا فليس منا. شوف كيف يجوف على أصحابه. فلهذا كثير اليوم يتعاطون الربا ويتعاطون المعاملات الفاسدة. بماذا ولماذا؟ لعدم فقههم في دينهم، لعدم فقههم في دينهم، والعياذ بالله. ولهذا يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض العباد إلى الله أسواقها. ليش؟ لما فيها من المنكرات، من السب والشتم والكذب، لما فيها من المعاملات الفاسدة. لكن إذا خلت أسواقنا عن ذلك ما بيدخلها شيطان، لكن إذا كانت مليئة بذلك فهي بيت الشيطان والعياذ بالله. فليس المعنى أن الإنسان إذا علم أن المنكر قد انتشر في المساجد أو في الأسواق أن يجلس في بيته، لا، واجب عليه الخروج للأسواق لينبه الناس على تلك المنكرات، واجب عليه الخروج للمسجد ليعلم الناس ما أوجب الله عليهم وما حرم الله عليهم. والميسور لا يسقط المعسور. إذا كنت لا تستطيع تعليم الكل ولا تغيير الكل من المنكرات، فلو البعض اليسير، الميسور لا يسقط بالمعسور. نعم. يقول: كيف أنا بأخرج الآن بأشاهد المنكر هذا؟ ما يضر، لأنك خرجت لإزالة المنكر بالفعل إن استطعت، وهو من له شوكة وسلطة، وإلا بالقول والتذكير. فإن كنت الآن إذا حضرت مثال
في هذا بترى ذلك المنكر، ما يضر، لأنك خرجت أصلا من بيتك وحضرت لأن تزيل ذلك المنكر وتنبه على ذلك المنكر، فلا يضر حضورك في ذلك إن شاء الله. نعم. فواجب على كل مسلم أولا وعلى أن يبدأ بنفسه، يفقه نفسه، ثم يفقه أهل بيته، ثم بعد ذلك أهل ديسته وأهل قريته، ثم تتسع دائرة التعليم شيئا فشيئا. فالذي يهمل أهل بيته ويروح يعلم الناس هذا من الجهل، ما لقي الله عبد، الله سبحانه ما لقي الله عبدا بذنب أشد من جهل في أهل بيته، أكبر جريمة تلقى الله عليها بجهل في أهل بيتك، لأنك ما علمتهم أمر دينهم. فينبغي لك أيها المهتم بأمر دينه أن تحرص على تعليم أهل بيتك، ثم أهل بلدتك، ثم من حواليك من القرى والبوادي، ويكون ذلك شغلك الشاغل، فتزين أوقاتك بالدعوة إلى الله وترتبها في الدعوة إلى الله، فإن الدعوة إلى الله طريق موصل إلى الله، بل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى من أقصر الطرق الموصلة إلى الله سبحانه وتعالى، وهي سبب في الفتح الأكبر لك من الله سبحانه وتعالى بواسطة حبيب الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فالله يوفقنا وإياكم لسلوك الدعوة إلى الله، ويجعلنا من الدعاة المخلصين الناصحين الموفقين العاملين بما جاء به محمد الرؤوف الرحيم الناهجين مسالك ساداتنا آل أبا علوي في منهجهم في طريقتهم في دعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى، ويرفقنا وإياكم لكل ما يرضيه عنا، ويجنبنا كل ما يسقطه عنا، ويجعلنا وإياكم من الموفقين لكل خير، ويجنبنا كل شر وبوس وضير، ويجعل تعلمنا وتعليمنا مخلصا لوجه الله سبحانه وتعالى وابتغاء مرضاته وثوابه وأجره سبحانه وتعالى. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وإياك نستعين يا صلاة التقوى. قالين آمين. ربنا انفعنا بما علمتنا، رب علمنا الذي ينفعنا، رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا ما للكثر أنثى وذكر، رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما، وارزق الكل حالا دائما وخلات يا علماء، نهض بالخير ونكفى كل شر، ربنا أصلح لنا كل شؤون وقرب الرضا منك العيون، واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل من، واغفر واستر أنت أكرم من ستر، وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفا، بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابه القرار، اللهم اهدنا بحداك واجعلنا ممن يسارع في رضا، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين. دلوى بها قد أشرقت أنوار، وبها دوام